اقتصاديا، قال طارق قبيل وزير التجارة والصناعة إن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية هدف قومي تسعى الحكومة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية. وأشار قبيل خلال ترأسه مجلس إدارة جهاز هيئة تنمية الصادرات إلى تفعيل المجلس التنسيقي للصادرات المصرية لتنفيذ خطة الوزارة في زيادة الصادرات وحل أي مشكلات تعوق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وإنشاء بوابة إلكترونية للمصدرين. من جانبه أكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية أهمية ربط الصادرات المصرية بمنظومة الصناعة الوطنية، فضلا عن ربط قطاع التصدير بتطوير قطاع التجارة الداخلية. أستاذ مصباح، بصفتك الاقتصادية، يعني ما أهمية ما تحدث عنه الوزير وأعلن عنه أيضا في نفس الاجتماع من انخفاض عجز الميزانية أو الميزان التجاري لستة أشهر الأولى إلى 50% بمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي؟ هو انخفاض عجز الميزان التجاري ما اقدرش اعزوه الى يعني فضل مسؤول بعينه الحقيقه، لكن هو ناتج بشكل اساسي عن تحرير سعر الصرف اللي زاد كما نعلم من كلفه الواردات، وبالتالي ادى الى انه حاجات كتير كانت بتيجي حتى بما في ذلك مدخلات صناعيه ما عادتش بتيجي لانه التكلفه بقت زايده. واحب اقول بالمناسبه دي ان احنا فعلا عشنا يعني 40 سنه الماضيه في ظل ما يمكن ان نسميه الطفيليه الصناعيه في مصر، اللي هي بتجيب معظم المدخلات بتاع الصناعه بتاعتها من بره، وبالتالي كان بيحدث في بلدنا مفارقه غريبه جدا، كل ما تنتشر المصانع وتزيد عددها يزيد عجز الميزان التجاري خلافا لاي منطق، لو كنا بنصنع كتير كده المفروض كان ده ينعكس على الميزان. موضوع تحرير سعر الصرف بكل ما يعني له من اضرار وكان نتائجه قاسيه جدا على المجتمع، انما فعلا هو مفيد في هذه الزاويه اللي هي فكره ترشيد الواردات وبدء تفكير المصنعين المحليين في استخدام خامات محليه. اما الجانب المتعلق بزياده الصادرات، الحقيقه انا ما اقدرش احمل الوزير الصناعه والتجاره وحده هذه المسؤوليه، يمكن زي ما اشار استاذ طارق توفيق هناك طبعا منظومه التجاره الداخليه وايضا وزارات اخرى، احنا معظم صادراتنا من السلع الزراعيه، فبالتالي وزاره الزراعه مثلا مهمه جدا، هيئه المواصفات والجوده، هيئه تنميه الصادرات، في مؤسسات كثيره في مصر يجب ان تشتغل، والعمليات اللوجستيه وتسهيل النقل والتبريد يعني، والسكه الحديد ايضا زي ما كنا بنشير من شويه طرف، فبالتالي في حاجات كثيره جدا مطلوبه، غير ان احنا نقدم حوافز ماديه زي النظام الموجود في مصر اللي هو بيسمى دعم الصادرات. لكن الملاحظ ان احنا على الرغم ان احنا حصل يعني خفض جامد جدا في العملة الوطنية، إلا أن الزيادة في الصادرات الحقيقة لا تتكافأ بأي حال مع هذه الزيادة قياسا على تجارب دول أخرى، وبالتالي مطلوب مننا مجهود أكبر وأكبر عشان ناخد الحصة التي نستحقها من الصادرات في ظل ضعف العملة المحلية الحالي.